نروح لتقييمات الزمالك وبيراميدز. حسام عبد المجيد 7. 7. دونجا 7. فتوح. فتوح 7.5. سيف الجزيري 5. مصطفى شلبي 5. زيزو 6. زيزو مربوط على درجة السادسة، مش عارف ليه، مش عارف بقاله فترة فعلا. بالحاج 7. 7 ولعيب كويس برضه. فريرة 6. 6. نروح ليه بيراميدز. عبد الله السعيد 10. 10. 10 احسن لاعب، مان اوف ذا ماتش، بيدافع بيدافع. انا اول مره اشوف عبد الله سعيد من فتره طويله بيلعب في ال 18 بتاعته وفي ال 18 بتاعت الزمالك، وده 37 سنه، تمريراته ساحره، كراته العرضيه جباره، لعيب قراره سريع، الكره جايه هو مقرر هيعمل ايه. لا يستاهل عبد الله يعني. 10 عبد الله السعيد، جائزة البرنامج النهارده من حسام مستكر. اللي بعده مصطفى فتحي 8. 8. محمد حمدي 7. بلاتي توريه 8. 8. صابر، محمود صابر 3. 3. عبد العاطي دونجا الثاني. هو في كام دونجا في الدوري المصري؟ في اتنين دونجا، دونجا اهلي ودونجا زمالك ودونجا الدوري المصري كله دونجا ودونجا بيراميدز. 6. 6. ودونجا اللي في بيراميدز كان في الزمالك واخيرا في الاسماعيلي. الواحد بيتلخبط بقى، ما هم انا حاسس ان هم 10 دونجا. لا هم اتنين دونجا بس، بس فيهم واحد كان منتشرين. لفوا بس شويه. فخر الدين بن يوسف. طالعين بكذا دور بس. 4. 4. باتشيكو 7. 7.